طبعا من اهم القضايا اللي يعاني منها المواطن الكويتي بشكل مباشر هي القضية الإسكانية. اليوم تحدي كبير وتحدي واضح أمام الأخت الوزيرة في تذليل المعوقات وتذليل الصعاب من أجل حل هذه المشكلة. يعني من غير المعقول، من غير المنطقي بأن على مدى عشرات السنين هذه القضية تكون القضية رقم واحد للمواطن الكويتي، وكأن لا وجود لسبيل لحل هذا الموضوع اللي يهم المواطن اهتمام مباشر ويتعلق حتى في الاستراتيجية الأمنية لوضع المواطن الكويتي بالكويت. اليوم عندما تكون هناك نسبة تأخير للمشاريع الإسكانية تتجاوز 20%، وهذا السؤال أنا سألته من أجل معرفة من هي الشركات التي نسبة تأخيرها أكثر من 20%. تأتي الإجابة بأن هي المجموعة المشتركة للمقاولات وشركة المدير الكويت لإدارة المشاريع العقارية. شنو الإجراءات اللي سويتوها؟ وجهنا لهم إنذارات، سحبنا بعض المشاريع. هذه الإجراءات غير كافية، تسحب منهم بعض المشاريع وتعطيهم مشاريع أخرى، هذا حل غير منطقي لهذه القضية. الحل المنطقي إيجاد شركات حقيقية فاعلة عندها سرعة في الإنجاز. أكثر من 20 سنة تنتظر الأسرة الكويتية، أمر غير مقبول، وغير مقبول الاستمرار في هذا النهج في حل القضية الإسكانية. يجب أن تكون هناك دراسة للمعوقات وأسباب التأخير لتذليل العقبات. أما أننا إذا نبي نستمر في هذا النهج، أعتقد بأن هذه القضية راح تتم مناقشتها في عدة مجالس وفي عدة فصول تشريعية أخرى. أتمنى من الأخت الوزيرة بأن فعلاً تضع حلول جذرية عملية سريعة فاعلة، الهدف منها بأن اليوم الأسرة الكويتية تقدم طلب بالكثير خلال 5 سنوات تحصل على هذه الفرصة الإسكانية.